السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس من دروس الرياضيات للصف 11 آداب وإنسانية في الوحدة 5 الدرس الرابع بعنوان الانحراف المعياري الجزء الرابع. أهداف الدرس: سوف نتعلم في هذا الفيديو مقارنة مجموعات البيانات باستخدام الانحراف المعياري. بداية عزيز الطالب، فلنستذكر ما تم تعلمه في الدروس السابقة من خلال هذا السؤال والذي يعرض: ما هي خطوات إيجاد الانحراف المعياري؟ عزيز الطالب، أوقف الفيديو وحاول تذكر خطوات إيجاد الانحراف المعياري. أما الآن عزيز الطالب، فلنستذكر خطوات إيجاد الانحراف المعياري. والخطوة الأولى هي إيجاد الوسط الحسابي، والتي تمثل مجموع القيم على عددها. أما الخطوة الثانية هي إيجاد الفرق بين كل قيمة من قيم البيانات والوسط الحسابي، ثم قم بتربيع الفرق. وعادة نستخدم جدول الذي أمامك الذي يوضح X قيم البيانات، وX بار تمثل الوسط الحسابي، وX ماينس X بار تمثل الفرق بين كل قيمة والوسط الحسابي، وX ماينس X بار سكوير تمثل تربيع الفرق بين كل قيمة من قيم البيانات والوسط الحسابي. أما الخطوة الثالثة وهي إيجاد التباين، وكما ذكرنا سابقا يستخدم رمز S سكويرد عندما تكون مجموعة البيانات التي لديك هي عينة من مجتمع الدراسة، ويتمثل مربعات الفرق بين كل قيمة من قيم البيانات والوسط الحسابي على N-1، بينما عندما تكون البيانات التي أمامك تمثل مجتمع الدراسة يستخدم الرمز سيجما سكويرد، وبالتالي يكون التباين في مجتمع الدراسة سيجما سكويرد تساوي مجموع مربعات الفرق بين كل قيمة من قيم البيانات والوسط الحسابي over N. أما الخطوة الرابعة لإيجاد الانحراف المعياري هي أخذ الجذر التربيعي للتباين، سواء كانت هذه البيانات عينة أم إذا كانت تمثل مجتمع الدراسة بأكمله. أما الآن عزيز الطالب، فلننتقل سوية إلى مثال 4 صفحة 117 والذي يعرض: يبين المدرجان التكراريان أدناه أعمار عينتين من المصابيح الكهربائية من شركتين. يعرض المدرج التكراري الأول عينة من إنتاج الشركة A، ويعرض المدرج التكراري الثاني عينة من إنتاج الشركة B. تشير الخطوط الحمراء إلى الوسط الحسابي وكل انحراف معياري عن الوسط الحسابي. قارن بين توزيعي الأعمار لعلامتي المصباح الكهربائي. عزيز الطالب، ما هي المعطيات التي لديك في هذا المثال؟ نعم أحسنت، لدينا مدرجان تكراريان لأعمار عينتين من المصابيح الكهربائية من الشركة A والشركة B. ما هو المطلوب؟ نعم، مقارنة بين توزيعي الأعمار لعلامتي المصباح الكهربائي، سواء كان من الشركة A أم من الشركة B. أما الآن عزيز الطالب، لاحظ معي عزيز الطالب عرض البيانات في الشركة A وعرض البيانات في الشركة B. ماذا تلاحظ بشأن الوسط الحسابي لكلا الشركتين؟ نعم أحسنت، إذا لاحظ معي عزيز الطالب أن يبلغ متوسط كلا النوعين من المصابيح سواء كان من الشركة A أو من الشركة B 1200 ساعة تقريبا. إذا لاحظ معي عزيز الطالب أن كلا الشركتين نفس الوسط الحسابي لأعمار المصابيح وهي 1200 hours. ماذا تلاحظ بشأن الانحراف المعياري للشركة A والشركة B؟ نعم أحسنت، الانحراف المعياري لمجموعة بيانات الشركة A أصغر من الانحراف المعياري لمجموعة بيانات الشركة B، وهذا يعني أن التشتت في أعمار المصابيح الكهربائية التي من إنتاج الشركة A يبدو أقل. إذا لاحظ معي عزيز الطالب، بما أن الشركتين لهما نفس الوسط الحسابي 1200، الانحراف المعيار للشركة A أصغر من الانحراف المعيار للشركة B. هذا يعني أن أعمار مصابيح الشركة A تتجمع قرب الوسط الحسابي بصورة ثابتة،
وأن أعمار مصابيح الشركة A قابلة للتوقع أكثر من أعمار مصابيح الشركة B. إذن لاحظ معي عز الطالب بعد مقارنة مجموعة البيانات بين الشركة A والشركة B، فننتقل سوية إلى حاول أن تحل فور صفحة 170 والذي يعرض قارن بين مصابيح الشركة C التي يبلغ الوسط الحسابي لأعمارها 1250 ساعة مع انحراف معياري مقداره 83 ساعة ومصابيح الشركتين A و B. عزز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك. أما الآن عزيز الطالب فنحل سوية، حاول أن تحل 4 صفحة 117 والذي يعرض قارن بين مصابيح الشركة C التي يبلغ الوسط الحسابي لأعمارها 1250 ساعة مع انحراف معياري مقداره 83 ساعة ومصابيح الشركتين A و B. ما وسط الحسابي والانحراف المعياري؟ عينة من أعمار مصابيح الشركة A. نعم أحسنت، كان وسط الحساب العينة من مصابيح الشركة A كان 1200 ساعة والانحراف المعياري كان 75.5، بينما بالشركة B كان الوسط الحساب العينة من مصابيح الشركة B كان 1200 ساعة والانحراف المعياري 90.25. أما الشركة المطلوب المقارنة بينها وبين كلتا الشركتين فإن الوسط الحسابي هو 1250 ساعة والانحراف المعياري 83. ماذا تلاحظ عزيز الطالب بشأن الوسط الحسابي للشركة C ومصابيح الشركتين A و B؟ نعم أحسنت، لاحظ معي عزيز الطالب أن متوسط أعمار مصابيح الشركة C أكبر من متوسط أعمار مصابيح الشركتين الأخريين بمقدار 50 ساعة. ماذا تلاحظ بشأن الانحراف المعياري لمصابيح الشركة C مقارنة بمصابيح شركتين A و B؟ نعم أحسنت، لاحظ معي عزيز الطالب أن الانحراف المعياري لمجموعة بيانات الشركة C أكبر من انحراف المعياري لمجموعة بيانات الشركة A بمقدار 8.5 وأصغر من انحراف المعيار للشركة B بمقدار 7.25 ساعة. إذن عزيز الطالب فلنعزز الفكرة لديك من خلال سؤال تدرب 13 صفحة 119 والذي يعرض أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل مجموعة بيانات ثم استعمل هذين المقدارين لمقارنة تغير كل زوج من مجموعات البيانات في المجموعة A والمجموعة B. عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك. أما الآن عزيز الطالب فنحل سؤال تدرب 13 صفحة 119 والذي يعرض أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل مجموعة بيانات ثم استعمل هذين المقدارين لمقارنة تغير كل زوج من مجموعات البيانات. عزيز الطالب كيف يمكنك إيجاد الوسط الحسابي؟ نعم أحسنت، من خلال مجموع القيم على عددها، وبالتالي بالنسبة لمجموعة البيانات A يتم جمع البيانات على عددها التي تمثل A ويكون الناتج 4.25. أما بالنسبة لمجموعة البيانات B يتم أيضا إيجاد مجموع القيم على عددها والتي تمثل A ويكون الناتج 5.5. إذن لاحظ معي عزيز الطالب الوسط الحسابي لمجموعة البيانات A هي 4.25 بينما لمجموعة البيانات B هي 5.5. إذن عزيز الطالب بعد إيجاد الوسط الحسابي لمجموعة البيانات A والمجموعة البيانات B، ما هي الخطوة الثانية لإيجاد الانحراف المعياري؟ نعم أحسنت، أوجد الفرق بين كل قيمة من قيم البيانات والوسط الحسابي X bar ثم قم بتربيع الفرق. لذلك سوف يتم عمل جدول يمثل X القيم و X bar الوسط الحسابي و X minus X bar هو الفرق بين كل قيمة من قيم البيانات والوسط الحسابي، وأيضا X minus X bar squared يتم تربيع الفرق. لذلك عزيز الطالب بالنسبة لمجموعة البيانات A الذي يمثل الوسط الحسابي لها 4.25 يتم إيجاد الفرق بين كل قيمة من قيم البيانات والوسط الحسابي، فتكون القيمة الأولى هي 1.75 ثم
4.75، ويكون الفرق بين كل قيمة من قيم البيانات هو السطح الحسابي كما يلي. أما الآن فسوف يتم تربيع الفرق ويكون الناتج 1.75 squared 3.06، ويتم أيضا تربيع الفروق بين كل قيمة من قيم البيانات والوسط الحسابي ويكون الناتج كما يلي. أما الآن عزيزي الطالب فننتقل إلى مجموعة البيانات B والتي وسطها الحساب 5.5، يتم أيضا عمل جدول قيم والوسط الحساب والفرق بين كل قيمة من قيم البيانات والوسط الحساب وتربيع الفرق، ويكون الجدول البيانات B كما يلي. إذن عزيزي الطالب بعد تربيع الفرق بين كل قيمة من قيم البيانات والوسط الحسابي، ما هي الخطوة الثالثة لإيجاد الانحراف المعياري؟ نعم أحسنت، إيجاد التباين. كيف يمكنك إيجاد التباين؟ نعم أحسنت، من خلال مجموع مربعات الفرق بين كل قيمة من قيم البيانات والوسط الحسابي over n minus 1. ولاحظ معي عزيزي الطالب أن مجموعة البيانات التي أمامك تمثل عينة، وبالتالي يكون الانحراف المعياري لمجموعة البيانات A S squared تساوي تقريبا 6.21. أما بالنسبة لمجموعة البيانات B يكون إلى مجموع مربعات الفرق بين كل قيمة من قيم البيانات over 7، ويكون الناتج تقريبا 7.12. إذن لاحظ معي عزيزي الطالب التباين لمجموعة البيانات A ولمجموعة البيانات B. ما هي الخطوة الرابعة لإيجاد الانحراف المعياري؟ نعم أحسنت، خذ الجذر التربيعي للتغير لإيجاد الانحراف المعياري S. إذن عزيزي الطالب سوف نأخذ الجذر التربيعي للتباين لمجموعة البيانات A ويكون square root of 6.21، ويكون الانحراف المعياري تقريبا 2.49. أما لمجموعة البيانات B سوف يتم أخذ الجذر التربيعي للتباين ويكون الانحراف المعياري لمجموعة البيانات B 2.67. إذا عزيزي الطالب بعد إيجاد الانحراف المعياري والوسط الحسابي لمجموعة البيانات A، حيث أن الوسط الحسابي كان 4.25 والانحراف المعياري 2.49، أما لمجموعة البيانات B فكان الوسط الحسابي 5.5 والانحراف المعياري كان تقريبا 2.67. بعد إيجاد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل مجموعة البيانات، كيف يمكنك استعمال هذين المقدارين لمقارنة تغير كل زوج من مجموعات البيانات؟ نعم أحسنت، لاحظ معي عزيزي الطالب أن الوسطان الحسابيان متقاربان والانحرافان المعياريان متساويان تقريبا، إذن تشتت مجموعتي البيانات متشابهة. أما الآن عزيزي الطالب فننتقل سوية إلى السؤال الأساس الذي كان في بداية الدرس، والذي يعرض لماذا طريقة تشتت البيانات مهمة؟ نعم أحسنت، يمكن تحليل مجموعة بيانات من خلال النظر إلى الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة، إلى الأنماط التي تبين مدى قرب البيانات من متوسط الحسابي أو بعدها عنها. إذن عزيزي الطالب يمكننا استخدام المدى، وأيضا يمكننا استخدام الانحراف المعياري لمعرفة مدى قرب البيانات من متوسط الحسابي أو بعدها عنها. إذن عزيزي الطالب في النهاية فلننتقل إلى ملخص المفهوم للانحراف المعياري، والذي يعرض لفظيا يكون الانحراف المعياري هو أحد مقاييس التشتت. يشير الانحراف المعياري إلى مقدار انحراف القيم في مجموعة بيانات عن الوسط الحسابي، وهو الجذر التربيعي للتباين، والتباين هو متوسط مربعات الانحراف عن الوسط الحسابي عندما يكون توزيع البيانات طبيعيا في منحنى على شكل جرس. فإن الوسط الحسابي والانحراف المعياري يصفان مجموعة البيانات بالكامل. أما بمخطط العلاقات يكون الانحراف المعياري العينة والذي يرمز له بالرمز S الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الانحرافات عن الوسط الحسابي. ولاحظ معي عزيزي الطالب يتم القسمة على N-1 عندما تكون البيانات التي أمامك تمثل عينة. أما الانحراف المعياري لمجتمع دراسة يكون الرمز سيجما والذي يمثل الجذر التربيعي لمربعات الانحرافات عن الوسط الحسابي. يتم القسمة هنا عزيزي الطالب على أن عندما تكون
البيانات التي أمامك مجتمع الدراسة. أما بيانياً يكون انحراف المعيار كما تلاحظ، هنا عرض البيانات منحنى جراسي الشكل وتكون البيانات ذات توزيعاً طبيعياً. ولاحظ معي عزيز الطالب أن 64% تقريباً من البيانات تقع ضمن انحراف معياري واحد، وأيضاً 95% من البيانات تقع ضمن انحرافان معياريين، وأيضاً 99% تقريباً تقع البيانات ضمن ثلاثة انحرافات. إلى هنا أعزائي الطلبة يكون قد انتهينا من درس الانحراف المعياري. نلقاكم في درس من دروس الرياضيات للصف 11 آداب وإنسانيات. في أمان الله، دمتم سالمين.